التعبوت قد من التوع. ماله؟ من التوع. طيب أنت زعلان عليه ولا لا؟ زعلان عليه. كأنه من كثر الضربات والهاي يتأثر السوس وما قدرناش ناخذه معانا، فعز على الولد والبنت سوسهم لأنه خلص تعلقوا فيه، وهذا اللي صار معانا والحمد لله رب العالمين كدر ولطف. كانت الطيارة تقصف وطلعنا من برا ونزلنا على المستشفى واخدت الفلوس معاي. حرقوا الشجر، حرقوا كل شيء، حرقوا البلاط، حرقوا طعمتهم، فخوهم.